السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير لو الولاد ما بيأكلوش البطاطا بعد الفيديو ده يعني اؤكد لك ان هم هيحبوا البطاطا جدا وهيأكلوها وهي مستخبية في حاجة حلوة جدا كل الاطفال بتعشقها انا هنا عندي تلاتة بطاطا بس انا مش هستعملهم كلهم انا هستعمل اتنين بس آه يا اتنين كبار شوية يا اما تلاتة حجمه متوسط بس انا حسيت ان التلاتة كبار فاستعملت اتنين بس هبدا اقشرهم كده بعد ما اغسلهم كويس بعد ما اقشرهم هقطعهم كده حلقات صغيره او ترانشات رفيعه شويه مش مش تكون رفيعه قوي مش تكون تخينه قوي بالسمك اللي انا مقطعه ده او باي شكل عشوائي بس يعني الشكل ده احسن حاجه ان هي تستوي معانا بسرعه وتكون كلها قد بعض عشان تستوي مع بعض هبدا احطهم في حله كده ما شاء الله الاتنين بطاطا كبار فعملوا كميه كويسه بعد ما حطيتهم في الحله هحط عليهم آه كوبايتين ميه وهحط نص كوبايه سكر ممكن نحط كوبايه واحده بس انا يعني عشان اضمن ان هي كلها تستوي آه مش هنستعمل يعني مش هت مش هتتشرب الميه كلها وهنا في الخلاط حطيت كوبايتين لبن وبعدين كان عندي آه كريم كراميل دريم ده الباكت حطيت كوبايتين لبن وحطيت عليهم باكت واحد بس ومجرد ما البطاطا بصوا اتهرت مش اتسلقت اتهرت يعني صفيتها من المية وحطيتهم مع الكريم كراميل واللبن وهنضرب في الخلاط بقى كله مع بعض انا حطيت اللبن والكريم كراميل الاول علشان يكونوا باردين شوية على الخلاط وبعدين هنحط عليهم البطاطا ما نحطش البطاطا الاول عشان ما تبقاش سخنة على الخلاط وهبدا اضرب بقى كل الكلام ده مع بعض تحفه جدا بجد اتمنى تجربوها وهتبقى مغذيه جدا للاطفال وانا عندي حد من الولاد مش بيحب البطاطا ولا بياكلها بس بيعشقوا كريم كراميل فبالطريقه دي والله اكلوها وحبوها جدا وما حسوش بطعم البطاطا قوي يعني وبعد كده لما عرفوا ان هو في بطاطا ما يعني ما اعترضوش بالعكس كان طعمه حلو جدا ومغذي طبعا للاطفال وبعدين هحطهم في حله او في كاسرولة صغيره وهحطهم على النار نور متوسطة عادي وبعدين هنبدأ نقلب بقى الكلام ده كله هنعمله معاملة مع الكريم كراميل العادي اللي احنا بنعمله هنقلب كويس جدا لحد ما يغلي كده ويعمل بابلز على الحروف هنا كان عندي قالب اي قالب عندنا انا عندي كان قالب اللي هو المولتن كيك او قالب البريوش ده فضيت الكراميل اللي بيكون في الباكت مع الكريم كراميل هنفضي باكتين كده وهنبدا آه نوزعهم كويس في القالب بالظبط كاننا بنعمل كريم كراميل الجاهز ده وبعدين هجيب فرشه ادهن الجوانب بصوا آه سمكه تخين خالص مش بي مش بي يعني مش هيقع مش هيضايقنا في حاجه هناخد بس فرشه وهندهن وهن الجوانب بتاعه القالب كده كويس جدا علشان نتاكد ان هو مش هيلزق وبرده يكون حروف الكريم كراميل كلها آه متغطية بالكراميل نفسه وبعدين هنا خلاص بدأ يغلي معانا بصوا بيعمل بابلز كده على الحروف وتقل شوية زي ما انتم شايفين كده خلاص هو جاهز جدا هو اصلا يعني الكلام ده كله ما بياخدش نص ساعة تحضير وبيكون جاهز وبنحطه في التلاجة بقى من ساعتين لاربع ساعات بيتجمد وبيبقى زي الفل وبيبقى تحفة جدا والولاد هتحبه جدا هنا خلاص بعد ما غلي معانا انا بجهز القالب خلاص وهاخده بقى افضيه في القالب بصوا سمكه تقل ما شاء الله ازاي بجد كان تحفه واتمنى تجربوه قولوا لي رايكم هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد جدا هنفضيه كله بقى في القالب وهنبدا نسويه كده وهنسيبه يهدى شويه وبعدين ندخله التلاجة من ساعتين لاربع ساعات خمس ساعات زي ما احنا عايزين على حسب الكميه وعلى حسب درجه التجميد في التلاجة مجرد ما يتماسك بس كده ويسقع خالص ويمسك نفسه هنبدا نقدمه هنقلبه في طبق كده بصوا بقى طلع تحفه ازاي شكله رهيب ومحدش هيعرف خالص انه في بطاطا لو انتوا مش هتقولوا تحفه بالظبط كريم كراميل بل انه مغذي وداخل فيه قيمه غذائيه عاليه جدا وبلبن فريش لبن حليب فريش طبعا اي لبن موجود عندنا بس يعني في كل الاحوال بيطلع تحفه وبيطلع قيمته الغذائيه عاليه جدا اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم ويا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه